بيعت حكومة رشيد علي كيلان ازدادت حدتها بين 18933. يستخدم المصطلح وقف المذبحة في سيميل بالإضافة إلى حوالي 63 قرية أشورية في لواء الموصل محافظتي دهوك ونينوى حاليا أدت إلى بقتل 3000 أشوري. تمر علينا ذكرى مجزرة 87 مجزرة سيميل، تلك المجزرة النكراء البشعة في حق أبناء القومية الآشورية. عار على كل إنسان منا لديه أدنى شعور بالإنسانية أن تمر على هذه الجريمة مرور الكرام فلا يتذكرها بقلبه ولسانه، ولا يلعن مرتكبيها الآثمين المجرمين. منذ اليوم الأول للأزمة أخذنا الطريق الثالث، لا المغالاة بالموالاة ولا المغالاة بالمعارضة الخارجية وأتباع المعارضة الخارجية وتعرفونها. واخترنا الطريق الثالث أيضا بانضمامنا إلى مجلس سوريا الديمقراطية مثلا، وانضمام بعض المؤسسات العسكرية إلى قوات مثلا. أي أن موضوع أخوة الشعوب في منطقة الخابور تجاوزناه نحن منذ زمن، فالعربي والكردي والآشوري في الخابور عاشوا الأخوة منذ زمن، وترجموها في 23 إجبار مثل ما قال الشماس في ابتزاز هذه الدماء دفاعا عن هذه المنطقة. هنا أريد أن أشرح للبعض من الأخوة الآشوريين، طبعا اتكلم بالعربي لانه انا الاخوه الموجودين كلنا ابناء المنطقه، ما في حدا غريب عن المنطقه، كلنا اولاد المنطقه ولازم يعرفوا. اخوتي الاشوريين، اخوه الشعوب لا تطلب منك ان تلغي قوميه. اخوه الشعوب التي طرحت ان تحترم الشعوب بعضها وتتعايش مع بعضها وكل على قوميته، لم يطلب احد من اي اشوري نكران قوميته تحت شعار اخوة الشعوب. لذلك اذا كان البعض يظن ان اخوة الشعوب ان الكردي يلغي الاشوري والاشوري يلغي العربي فهو مخطئ. اخوة الشعوب هي تعايش هذه الشعوب مع بعضها